alcorpus.com. لقد بقيت هذه الكلمات في وجدان الشعب الفلسطيني يستلهم منها ذكرى قائد الثورة الفلسطينية المعاصرة. فبعد مرور 7 أعوام على رحيل ياسر عرفات، ما زال الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى رحيله بالاحتفالات التي تقام في جميع المدن الفلسطينية، ذكرى يحاول الفلسطينيون من خلالها التأكيد على الثوابت الفلسطينية التي قضى على مذبحها قائدهم. طلق ياسر عرفات بثورتنا المعاصرة من حطام النكبة وخيام التشرد، وقاد مسيرة الكفاح الوطني لصون الهوية وإعادة إحياء الوطنية الفلسطينية، ليضع اللبنة الأولى والمدماك الرئيس في بنيان دولة فلسطين المستقلة. أبو عمار، الرقم الصعب في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي كما يحلو للكثيرين تسميته، قضى حياته وهو يناضل من أجل إعادة أحياء الهوية الفلسطينية، فمن خنادق الثوار في الأردن إلى ساحات المعارك في بيروت، مرورا بمعظم دول العالم، ليصل أخيرا إلى أرض الوطن رافعا لواء الأرض مقابل السلام. القدس هي عاصمة دولة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشهر من بحر غزة. فما أن اندلعت انتفاضة الأقصى، ليظهر ياسر عرفات من جديد ملهما للثورة، ليدفع حياته ثمنا لذلك في 11 من تشرين ثاني نوفمبر عام 2004 بظروف غامضة لم يستطع أحد تفسيرها أو الإجابة عن تساؤلات الشعب بشأن استشهاد القائد الفلسطيني الذي لطالما عجزت إسرائيل عن تصفيته. لم نحصل بعد على جواب القاطع، والذي هو من حق شعبنا ومن واجبنا تحصيله. إننا وإذ نجدد قناعتنا بمسؤولية إسرائيل عن تسميم ياسر عرفات، نقر بالتقصير في الحصول على ذلك الجواب القاطع. فبالرغم من لجان التحقيق التي تشكلت فور وفاة أبو عمار، إلا أن مؤسسة ياسر عرفات التي تولت ملف الكشف عن سبب وفاته لم تستطع الوصول إلى نتائج مقنعة. فقد أكدت المؤسسة خلال احتفال أقامته بقصر رام الله الثقافي أن التحقيقات ستبقى مفتوحة حتى الوصول إلى النتائج الحقيقية لوفاته. 7 سنوات على رحيل ياسر عرفات، وما زال الفلسطينيون يحيون ذكراه في كل عام، فما بين الألم على فقدان القائد والأمل بتحقيق حلمه بإقامة دولة الفلسطينية، يعيش الفلسطينيون على ذكراه، ولسان حالهم يقول كيف استشهد أبو عمار. من داخل قصر رام الله الثقافي، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. على القدس.com.